يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أشكل علي ما ذكرتم أن الأصل هو أن صفات الله قديمة النوع حادثة الآحاد. لا، ما يشكل عليك إذا درست هذا إن شاء الله وتأملته، هذا يزيل عنك إشكالات كثيرة، يزيل عنك إشكالات كثيرة، وهذا كلام أهل العلم، هو بكلامي أنا، كلام أهل العلم. نعم. وهل صفة، لكن ما أنت فاهمه بجلسة واحدة أو أول ما تسمع، لازم أنك تأمله وتراجع ثم يتبين لك إن شاء الله. نعم. وهل صفة العلم تنطبق على هذا؟ فهل يقال إن علم الله قديم النوع حادث الآحاد؟ نعم، الله يعلم، الله يعلم كل ما يقع شيء يعلمه، وعلمه قديم سبحانه وتعالى، ما هو بمعناه أنه ما حدث له العلم إلا لما حدث المعلوم، لا، هو كذا. الله صفة العلم أزلية بأزليته سبحانه، ويعلم كل شيء في وقته حينما يحدث. نعم.